دخول هذا الدكان بحي وعواء المدني بقلب مدينة المسيلة يسافر بالكثيرين إلى سنوات السبعينات والثمانينات، فطبيعة رفوفه التي تحكي عبق تاريخ المضى، حيث بقي جمعي بن زيان متمسكا بهذه المهنة داخل هذا المحل وهو اليوم في عمر 85 سنة. كنت في العرقوب عندنا دار ثم قديمة وحانوت صغيرة ثاني فيها كما هكذا قد هذه ولا وعايش. ألورك نهار لي بنوا هذا هنا يبيعوا، شرينا نص نمره هذا برك. ألور حولنا بعنا هذاك ساعة ولينا جينا هنايا. خدمت 20 سنة في فارماسي، ومن بعد جيت هنايا الحانوت، درت الحانوت. عقبت 50 سنة هنا نخدم ماش نبيعوا شينقوم حلاوة خردة حويجات هكذا كما راك تشوف. جمعي بن زيان يعد أقدم التجار بمدينة المسيلة، وهو الذي أفنى أكثر من 50 سنة في مجال التجارة بحي العرقوب العتيق، يبيع مختلف الأغراض ويصلح الآلات الخياطة القديمة وحتى الساعات. تحبس له ماشينة والله نرنجوها نسقموها تعود تخيط. آلة الخياطة؟ تعود تخيط الخياطة تعلمتها هكذاك برك وحدك؟ لا شايف أخرين يرنجي قدامي بماشين تعلمت هكذاك. كيفاه يرنجي كيفاه مثلا ما تمشيش يبرة تكسر يبرة تاع الماشينة هذيك. هذه هي حب الجمعي لهذا المجال جعله يفني حياته داخل هذا الدكان ويقتات من بيع بعض الأغراض القديمة والجديدة منذ عقود من الزمن.